من خلال هذا الخبر اللي كنقول لكم اليوم كي تبين على أن الأزمة بين المغرب وإسبانيا ليس لها حل، بحيث أنه جاء في بيان لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بخصوص عملية مرحبا 2021 أن المغرب تتفاوض مع البرتغال لفتح خطوط ملاحية جديدة. وأعلن البيان الصادر مساء أمس الاثنين إجراء مباحثات مع السلطات البرتغالية بهدف جعل ميناء بورتيماو في البرتغال ميناء للعبور من خلال فتح خطوط ملاحية جديدة من هذا الميناء في اتجاه ميناء طنجة المتوسط. يبدو أن المغرب يريد أن يظهر أنه قادر على التحرك بدون اللجوء إلى إسبانيا، وهذا ما يتبين من هذا البيان وكذلك من خلال تحريكه لأسطوله الجوي بهذه الكثافة، وربما تكون مبادرات أخرى لتنظيم وتدبير عودة مغاربة العالم للمغرب. في نظر الخبراء أن هذه الأزمة لن تحل إلا بالإجابة التي ينتظرها المغرب حول موقف إسبانيا من القضايا العليا للمملكة المغربية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.